السلام عليكم سكتشاب ديزاد كوميونيتي، فيديو جديد مع حلقة جديدة ومراجعة جديدة حول برنامج سكتشاب. اليوم ان شاء الله نشوف نقطة مهمة تانيك على برنامج سكتشاب، وهي الماتيريالز. الماتيريالز اللي هما الالوان والتكستور اللي نطبقوهم في سكتشاب. صح، نبدأ بالنقطة الاولى خفيفة اللي لازم نشوفوها ولازم نعرفوها على برنامج سكتشاب، هي انه كل فاس ولا شك any faces هكا خير بونكت any faces عندها two side of faces. عندنا the main faces واللي هي الفاصات principal ولا الفاص principal، وعندنا the second faces اللي هي الفاص secondaire. صح خاوتي، الفاص البيضاء هي الفاص principal تاعنا، والفاص غريز هي الفاص secondaire. دونك هذه ديروها مليح في بالكم، لا فاس برينسيبال هاي ديك البيضاء، ولا فاس سيكوندير هذه هي الغريز. صح، دوكا نحاولوا نقلبوا هذه لا فاس. واش نديروا هنايا؟ سيليكسيوني لا فاس تاعنا، نديروا بوطون دروا ونديروا ريفيرس فيسيس. صح، على قلب تاع خاوتي، ماذا بكم خاوتي في كاع لي بروجي تاعكم، كاع لي موديل تاعكم، كاع لي زوبجي تاعكم تخدموا على لا فاس البيضاء. سي تادير الى درت اكسترود باغ اكزومبل، عندي ان اوبجي اخر ودرت هكذا نشوف كلش بيض خاوتي، هذه هي لافاس برينسيبال تاعي اللي نخدم عليها. صح، هذه عرفناها. لو كان نحبوا نقلبوا نديروا لافاس تكون عندنا وحده هكذا، كيف خاوتي نروحوا نكليكيو ونديروا ريفيرس فيسز. صح، معناها نقلبوا لافاس تاعنا. نروحوا نشوفوا نقطه واحده اخرى خاوتي، هي تنويه ولا مشكل يوقعوا فيه بزاف اللي يخدموا يروحوا يخدموا الانيماسيون برنامج ليميون ولا توين موشن ولا اي برنامج واحد اخر، ما على باليش البرامج اللي يخدموا بهم الانيماسيون. نعرف توين موشن و ليميون. نروحوا نشوفوا مثال. صح خاوتي، انا الموديل هذا البروجي هذا لو كان نكسبورتيه لليميون با نخدم له انيماسيون، لي فاس تاعي كاع يجو نورمال، تما لي زوبجي تاعو كاع يجو. علاه خاوتي؟ باسكو راني خادم كاع على لا فاس البيضاء، ولا راني خادم بلا فاس برينسيبال تاعي. في حال اذا ما شوفوا مليح واش حندير خاوتي، وهذا المشكل يوقعوا فيه بزاف الناس في الـ في الـ في الانيميشن، نديروا ريفيرس فيسز. يكون عندي خادم هذا الاوبجي يكون هكذا خاوتي، هذا الموديل هكذا لو كان نديه ليميو ولا نديه الانيماسيون، الفوتو هذا يخرج لي ترانسبارون ما يبانش. البرنامج ليميو ولا برنامج توين موشن يديتكتيه شفاف ما يبانش، وهذا البروبليم بزاف يوقعوا فيه. وهكذا على بالي بلي ودي راهي غريز بصح. ايماجيني خاوتي، نديرو كنترول زد معليش، نديرو هكا كنترول اي غير نعرفو، نسيليكسيوني كلش هكذا، نعطيوها لا كولور هذه اللون هذا، مام هذا نعطيو لا كولور هذا. صح هكذا خاوتي، زعما راني خدمت وراني درت كيما نقولو تقدم كبير في المشروع تاعي. ومن بعد كيفاه نعرف بلي ودي انا هذه راهي غريز وهذه راهي بلون، وعلاه ديتكتيهم لي وعلاه ما ديتكتيهم ليش في البرنامج تاع الانيميشن. صح هذه خاوتي عندها حل، تما نديرو انفستيغيشن، نديرو تحقيق على البروجي تاعنا. كيفاه نديرو تحقيق في البروجي تاعنا؟ باش نعرفو اسكو رانا خادمين كاع البروجي تاعنا بالوايت فيس. صح هنا خاوتي لازم نروحو لي ستيل هذه الكوموند بار، تما اللي ما عندوش يروح لهنايا يخرج ستيل. صح في ستيل هنايا خاوتي عندنا الكوماند هذه مونوكروم، كي نكليكي عليها خاوتي شوفوا واش صرا، البروجي تاعي كومبليتمون يقلبه لي اون بلون اي اون غري، تما كاع لي فاس تاعي اللي راهم اون غري يوريهم لي. راكم تشوفوا كيما لي باسكو عندنا اي فاس واحده، راكم تشوفوا خاوتي. تما هنا لو كان نجي انايا في ليميون ولا برنامج ليميون نشوف منا، نشوف الاوتسايد نشوفو ترانسبارون، بصح لو كان نشوف منا نشوف الزجاج هكذا. تما هذه خاوتي ردوا بالكم منها، انا هذه تكستور، تما هكذا ما نقدرش نعرف اسكو عندي لي فاس تاعي غري ولا لي فاس تاعي بلون. بصح كي ندير هذه مونوكروم نعرف بلي لي فاس تاعي
راهم كاع لا لافاس بلونش ولا لافاس غريز. دونك هذه خاوتي ردوا بالكم تدخلوا في الـ في الـ طيحوا في الخطأ هذا وين تخدموا على لافاس غريز، ومن بعد كي تروحوا لليميو البروجي تاعكم سوا ما تسيبوهاش كومبليتوم ولا تسيبو دي زوبجي ما كانش دي فاس ما كاش دي زوفيرتير ما كاش. دونك هنا فير اتونسيون. هكذا خاوتي هذا شرح بسيط للخطأ هذا اللي يطيحوا فيه مع بزاف الناس. صح نجوزو للنقطة الثانية للبرنامج حول الماتيريالز. نعاود نوليو لهنايا هذه هكذا نشوف لي ميو هذه معليش نعاود نحطوها خاوتي. صح هنا نرسمو نديرو باغ اكزومبل الار نديرو ونكليكيو سون سون اوكي درنا هنايا مربع صح نقلبو على لافاس برينسيبال تاعو مربع هذا نديبليكيوه كيما قلنا ديك الخطوة نديرو ام نعطيلو 150 ولي عندنا ديفيرونس تاع 50 سنتيم بيناتهم نديرو فوا 3 باغ اكزومبل. صح نجيو لهنا خاوتي هنا نطبقو الوان نروحو لهنايا المادل الماتيريالز مادل باغ اكزومبل نديرو هنايا الوان كابا نديرو ماتيريالز هنا يعطيونا فولدرز سماليش حنا نديرو ان مادل حنا نخيرو هكا ديريكت كولر زعما هذه نعطيوها لهنا ومن بعد نعطيو اللون هذا نعطيوه لهنا نعطيو هذا زعما اللون واحد اخر زعما الكري هذا نعطيوه لهنا ونخليو هذا بلون. صح شوفوا خوتي هنا هادو دي كولور ما عندهم ني سايز ني ما عندهمش مقاييس تما دي كولور نورمال بصح لو كان جبلهم نعاود نوليو لهنايا نديرو 150 علاش نروحو كان عندنا دي تكستور وين عندهم مقاييس فور اكزامبل نديرو بريك هنايا نعطيو لهادي بريك نعطيو لهادي بريك هذا اوبس ما غيرتهاش نعطيو زعما حاجه واحده اخرى ستون ماشي ستون نديرو زعما جراوند لاندسكيب نديرو هذه معليش الحشيش راكم تشوفوا خاوتي هادو دي تكستور كاين التكستور ماشي كاين دي تكستور هادو خاوتي اللي عندهم موتيف ولا عندهم باتر هادو فيهم اوبسيون تاع سايز تما نقدر نتحكم بالسايز تاعهم وين نروح نحب زعما نتحكم في السايز تاع زعما التكستور هذه لازم سيليكسيونيها خاوتي باسكو دوكا هكا راني ماكتيفي او عطيني البريفيو تاع الجريس تاع الحشيش دونك هنا باه نسيليكسيوني هذه نروح هذه لا بيبيت اللي هنايا سيمبل بينت سيمبل ودي تعطيني يعطيني الاداه هذه التولز هذه نكليكي على لافاس راكم تشوفوا خاوتي في البريفيو هنا يعطيني لافاس هذه صادير دوكا اي كي نقولوا شونجمون حنديروا راح يصير على لافاس هذه نروحوا للايديت خاوتي دوك نجيو لوحده وحده بعد نبداو بالصاج معليش السايز تاعنا خاوتي مهم جدا السايز كيما راكم تشوفوا الشكل هذا معناها راهو اي تغيير في الـ في الـ في المقياس هذا يتغير معايا المقياس هذا واذا اي تغيير في المقياس هذا يغير معايا المقياس هذا المقياس هذا على كل حال بصح لو كان ندير انلوك اسبيكت راسيو الراسيو يروح لي خاوتي هنايا تما نولي كي نبدل لهنايا ما يتبدلش الفوقاني شوفوا مليح واش راه يصرا هنا 110 100 ما يتبدلش هذا هكذا صح لو كان نولي كونترول زد وندير لهنايا لو كان ندير هذا 100 يتبدلوا في زوج شفتوا واش تبدل هنا خاوتي صح دونك شيء مهم باش نغارديو الراسيو والبروبورسيون تاع لي تيكستور تاعنا باسكو هادو راه مخدومين كيما نقولوا على حساب المعايير اللي صح يكون فيها هذا النوع من الماتيريالز هكذا في الحقيقه صح واذا كان فيه تغيير لازم نغارديو هذه لوبسيون لاك صح الساي شفناها هذه يعطينا الويت وهذه يعطينا الهاي هكذا خلي هذه يعطينا الطول وهذه يعطينا الطول وهذه يعطينا الارتفاع تاعها وفي اي تكستورا تما ميم هذه نروحوا لهنايا شوفوا خوتي هذه سيلكت تما لا بيبات هكذا وإلا كنت هكذا نقدر ندير بي نابوي على حرف بي في الكلافي وندير الت يا الت شوفوا واش تبدل خاوتي شتو يتبدل بالشكل هذا لا بيبات يعطيني هذه الت الت الت
ال صح. دوكا شفنا خاوتي التكستور وشفنا السايز تاعهم كيفاه نبدلوها. صح عندنا السايز تاعهم. هذه هنا خاوتي لوباسيتي تما راكم تشوفوا هذا واش راه صار لهنايا. دوكا نعطي لوباسيتي تاعو شوفوا واش يولي خاوتي تما ولي الزجاج. وكيف نعرف بلي يودي الماتيريو هذا راهو فيه لوباسيتي ولا ما فيهش لوباسيتي؟ شوفوا خاوتي هنا مليح واش صرا، غير نزغد الشكل هذا ولا ننقص، شفتوا خاوتي يعطيني نصف مثلث قائم تاع تكستور كولور بيضاء هكذا، نعرفوا بلي يودي الماتيريال هذا راهو ترونسبارون هكذا. كيما هذا ماهوش ترونسبارون، ديرو سيلكت لا فيبات، هذا ماهوش ترونسبارون بصح لو كان نروح للايديت نلعب ترونسبارونس تاعو بلوباسيتي يعطيني المثلث هذا، نعرفوا بلي ترونسبارون. صح هذه شفناها خاوتي. نشوفوا حاجه واحده اخرى خاوتي، فور اكزامبل نحوس انايا عجبتني تكستور خارج نقولوا السكتش اب بصح كيفاه نجيبها، نحب نستعملها كيفاه نجيبها، واش نروح ندير خاوتي؟ نروح لهنايا بون سيلكت، معليش نروح للباكس هذا باكس بليس عنده بلاصه هنايا، نكليكي عليه خاوتي يعطيني لا باليت هذه ولا الويندو هذه. واش نروح نديرو خاوتي؟ نروح نكليكيو على الفايلز هذا يقول لك براوز فور ماتيريال ايمج فايل، نديرو براوز فور اكزامبل، نديرو روح البيو نديرو بيزمات فور اكزامبل تيلز تيلز، نشوفو بلاك تيلز هاي عجبتني، سيليكسيوني ليموج هذه خاوتي اوبس هادي يعطيني، مازال ما دخلتش هنايا خاوتي تما راهي اون بريباراسيون، يعطيني هنايا المقاييس تاعها واش راني حاب ندخل انا المقاييس، نديرو فور اكزامبل المقاييس تاعها احنا نكونو عندنا فانيز، احنا عندنا 8 وحدات يعني 4 وحدات نقولو زعما 12 ماشي 12 نديرو 8 8 في 4 عندك 8 في 4 اوه 32 هكا 32 احنا نديرو هكا الطول 32 ونخليو هذا معليش نخليو باسكو دوكا يتبدل واحد وحده، نديرو 32 صح ندير اوكي. شوفوا خاوتي طاني هنايا وكي نروح نبدل هاي لي خاوتي لي ماشته هاكم تشوفوا صح هذه نقطه ثانيه، انا شفنا كيفاه نقطه واحده اخرى، انا شفنا كيفاه ندخلوا لي ماش تاعنا من خارج سكتشاب للسكتشاب تاعنا. صح دوك خاوتي انا راني حاب راكم تشوفوا الجوان هذا خاوتي، والجوان هذا راني حاب يكون هنا هكا، كيفاه ندير؟ نروح نكليكي على السيرفاس تاعي ندير بوطون دروا بلاصوري ندير تكستور ونكتب ونكليكي على بوزيشن، شوفوا خاوتي واش يعطيني، يعطيني كوم سي نقولوا يعطيني واحد التولز بون راكم تشوفوا عطيني كاري واحد هنايا هذه معناها تكستور، هذه هي ليماج لي طاي تاعي اللي جبتها وهو شغل يشرحها يشرحها على لا سيرفاس تاعي. انا واش ندير هنايا؟ نجبد غير نكليكي نكليكي نابوي على بوطون غوش تاع لا سوري ونجبد نجبد نجبد حتى وين نشوف نجبد زعما هكذا ولاشيه تما كي تحب تجبد تجبد نورمال ونحطوها هنا يا خاوتي فوالا. نحبوا نديروا لها روتاسيون نحبوا نديروا لها تجاعيد زعما هكذا شوفوا كيف نجعدوها خاوتي، هذه ثاني نحبوا نزغدوها هذه روتاسيون زعما شوفوا هكذا، هذه ثاني كيف كيف في الشكل الاخر. هنا لا لا نحاولوا نديروا ايشاب نديروا جوا تاعنا نديروا تكستور هنا تكستور بوزيشن ونجيبوها لهنا خاوتي صح نديروا اونتر راكم تشوفوا خاوتي كيف جاني الجوان تاعي هنايا اها هذه نقطه واحده اخرى صح. دوك نشوفوا نقطه واحده اخرى خاوتي شوفوا مليح الاوبجيكت هذا اللي حنديروا هنايا معليش نديروا هذا نديروا هذا شوفوا مليح خاوتي هنا انا نخدم بوكس صح ونديروه ماي كومباوند معليش خاوتي ميم البوكس البوكس عنده تكستور تاعو لو كان تروح كي سيليكسيوني هنا البوكس عنده تكستور تاعو كيما لافاس تما البوكس تاعي نحب الا كان عندي اون فاس منه زعما شوف مليح واش حيصرا زعما هذه نديرو بي ونروح نديرو الت الت يعطينا لا بيبيت نخيرو لا كولور هذه ونطبقوها هنا هكذا. دوكا خاوتي الا حبيت نبدل
ماشي بالدن الاول البوكس تاعي كومبليتوم زعما بالقرا قلت بالقرا بالحشيش صعب لا ما ندخل. شوفوا مليح خاوتي لو كان نطبقوا هنا شوفوا واش صرا يصبغ لي كاع الاوجه ما عدا هذا. هاكم شوفوا خاوتي كما كي ندخل لداخل يعني هنا يصبغ كاع الاوجه. شوفوا خاوتي لو كان نعاود ندير لابيبات بي ونعاود نروح لهنايا وندير هذه باه يعطيني ديفولت فيسز نصبغ. شوفوا مليح خاوتي كي راني صبغت راحت لي الخضره هذيك باسكو الداخل صبغت انايا بالخضره. ثم دوكا باه ندخل لداخل نحي الخضره لازم ندير هذه وهذه. نبداو خاوتي ثم البوكس دي فوا اللي كنا تحبوا تلونوا باغ اكزومبل انا هكذا ونحب نلون بالكرا واللون ما يحبش يروح ليه هذا دير في حسابك باللي عندك شي رفاص الداخل راهي ملونه هكذا خاوتي. ثم خذوا حذركم نعاودوا نردوا البروجي تاعنا الليطا تاعو انيسيال صح. دوكا هذه شفناها دوكا نجوزو لحاجه واحده اخرى خاوتي ديروا في بالكم مليح خاوتي اي كولر سيتو كولر اي كولر عنده ارقام وريفيرنس تاعو ارقام باسكو الكولر هو عباره عن ارقام عند كود عنده كود تاعو. شوفوا مليح نروحوا للبي نديروا الت نخيروا هذا الازرق البنفس الازرق مانيش عارف واش يقول خاوتي في الكولر ويل في عجله الالوان نصيبوه هنا بصح عجله الالوان هذه ما تعطينيش كونترول تاع اللون تاعي كما يجب. كان الالوان نحبوا نخرجوها لازمنا الوان كما يقولوا محدده هكذا على الوان محدده. دوك نشوفوا في الانترنت نشوفوا في السيت هذا باغ اكزومبل كولور اش اس ال اي كولور هذه بتكون دقيقه تكون الحاله كما نقولوا دقيقه حاجه اي كولور نبدلوه هنايا ولا هنا عندنا ار جي بي اللي هي ريد وجرين بلو احمر وازرق احمر واخضر وازرق والاش اس ال هي هيو ساتوريشن لايت صح. راكم تشوفوا خوتي اي حاجه هذا الاش الاكس يعني كيست كود في الالوان هذا الاش اس ال تاعنا. ثم خوتي انا لو كان نحب نتحصل على اللون هذا نكتب باغ اكزومبل اللون هذا عجبني هذا الفير ميليتير نكتب هاي ليك الاش اس ال 149 17 الاس والال 22 عندي كتبتها في ورقه انا عندي هنايا والار جي بي نحب نكتبها عندي 47 66 65 ولا 56 اور واش عندي مشكله مع الارقام صح. لو كان نحب نعطي اللون هذاك اللي شفتو اللون هذا واش نروح خاوتي نروح الايديت نروح لهنايا يعطيني خيار يعطيني خيارات خاوتي اش ال اس اش اس بي ولا ار جي بي خيروا وحده فيهم كيما يقولوا صافي بون المعطيات اللي عندنا هنا الار جي بي واش نروحوا الار عندنا 47 هكذا وعندنا هنايا البي اللي جي عندنا 66 راك تشوفوا خاوتي راهو يتبدل او ميم طون ونروح لهنايا نكتب 56 راكم تشوفوا خاوتي عطاني نفس اللون اللي شفناه في السيت نشوفوه هكا هذه علاه نقول لكم عليها خوتي باسكو كاين دي فوا وين نشوفوا الوان يعجبونا وما نعرفوش نطبقوهم في سكتشاب. ثم كيفاه نروح نديرو هي من الافضل كيفاه نروح نديرو نروح نجيبوه من الفوتوشوب هكذا خاوتي نطلعو على الفوتوشوب بعد نخير لوتي هذا تاع البنت ونروح ديريكت باغ اكزومبل عجبني الكولر هذا نكليك عليه يعطيني اربع معطيات تاع الاربع كما يقولوا على بالش كود كيف يقولوا بالعربيه يعطيني كات كود تاع الكولور لا كولور تاعنا منهم الار جي بي والاش اس بي والسي ام واي سي ام واي كي صح. دوكا حاجه واحده اخرى نشوفوها خاوتي انا شفنا كيف ندخلوا المعطيات ولا لي كود تاعنا تاع الالوان في سكتش اب عندنا الار جي بي والاش ال اس والاش اس بي صح. نقطه واحده اخرى خاوتي في مثال نسيليكسيوني وحنايا التكستور هذه هكذا واني حاب التكستور هذه
نعطيها زعما هذه، نعطيها زعما هذه هذه هكذا، نعطيها زعما هذه، نصغر حنايا الويندو تاعنا هذه. شوفوا مليح خوتي النقطه هذه، هي نقطه مهمه يعني حوست عليها هذه خوتي. شوفوا مليح لو كان نروحوا للايديت ونكليك على هذه ماتش كولور اون سكرين، ونروح لهذه نضغط هنا نضغط، شوفوا واش صار. شوفوا خوتي تبدلت، نعاودو نضغطو هنا نديرو هنا، نروحو نديرو لهنايا عندنا راهي قري، نروح لهنايا ونضغطو هنايا كيما نقولو نقرا وحده بلا سوري بوطون غوش تبدلت، نعاودو نديروها لهنايا نعطيولها اللون هذا تبدلت على حسب هذا. دونك هذه تسهل لكم المهمه تاع كيفية الحصول على بعض الالوان، مهمه جدا. وهذه الاوبسيون اللي ثاني كلي معاها هذه زعما راه في الموديل، هذه مسكرين، هذه هاي ماتش كولور اون سكرين، وهذه ماتش كولور اوف اوبجكت ان موديل. تما رانا في الموديل هنايا نحوسو نعطيها هذه، نحوسو نعطيها لا كولور تاع هذه، هذه لا كولور ما تعطيهاش بريسي باسكو كاين بزاف لي كولور هنايا خاوتي، غنجيو نحوسو على هذه. شتو خاوتي ولا نحوسو على هذه، اما طون تبدل في مثال نحوسو على هذه، هاكم تشوفوا كيف تبدل خاوتي. دونك هذه باه نشوفوا كي نشوفوهم ما يخلعوناش، هذو لي دو اوبسيون هما ساهلين، غادي نتحصلوا على الوان من اشياء معينه من السكرين تاعنا من الديسكتوب ولا من الموديل هنايا عندنا دي زوبجي يكونوا فيهم دي كولور نحبوا نستعملوه. صح شفنا خاوتي كيفاه نديروا كولور وكيفاه نبدلوا الالوان تاعنا على حسب لي كود، وشفنا كيفاه نجلبوا ولا نبورتيو تكستشر هكذا تكستشر اي تكستشر، وشفنا خاوتي السايز، وشفنا خاوتي لوباسيتي وكيفاه نعرفوها باللي يودي اوباك ولا لا. صح نشوفوا حاجه واحده اخرى والله اعلم هي التاليه خاوتي، هي عندي تكستشر هذه راكم تشوفوا خاوتي انا صبغ زعما فور اكزامبل هكذا نديرو زعما صبغت البوكس تاعي ونحوس نعطيلو البوكس تاعي تكستير راهي عندي في البيرو وراهو مصبوغ هكذا بلا كولور هادي هكذا راهو ملون مصبوغ بأي لغة تتكلمون يا معليش خاوتي. حنا على بالنا بلي التكستير تاعنا راهي في البيرو، واش نروح نديرو نسليكسيوني بلا كولور تاعي بلا بيبات هكا نديرو الت نضغطو على اي فاس من هذه نعطيها لي هنايا. شوفوا خاوتي هنايا لو كان نروحو هنايا سيلكت نروحو الايديت هنايا الايديت نضغطو هنايا شوفوا مليح خاوتي زعما هذه هي التكستور تاعنا اللي حبينا نديرو اوفلي راكم تشوفوا خاوتي تبدل تبدل هنايا باسكو عندهم ميم كولور. دونك كي تكون عندكم زعما اون فاس كولوري بهذه زعما تحبوا تبدلو لها تبدلوها ماشي مشكل سي با كان تسبريميها تاع تسبريميها زعما نعطيولها هذي نديرو الشكل هذا معليش راكم تشوفوا خاوتي كيف تبدلت بدلت هاي ما ايزي حتى ما تقدرش تتصور حاجه سهله بزاف. والتكستير مهمين جدا مهمين جدا هنا في سكتشو كيف نخدموا بهم خاوتي. نعطيكم نصيحه لي كيما نقولوا لي وصل الفيديو هذا حتى لافا عاود نوليو في لي موديل تاعكم خاوتي وفي لي بروجي تاعكم من المستحسن من المستحسن من المستحسن انكم تخدموا بالالوان هكذا سيرتو اللي عندهم بي سي شويه الامكانيات تاعو محدوده ما ماهوش قوي بزاف ماذا بكم تخدموا بلي كولور لي تكستير خاوتي وكاين لي تكستير يجيو عندهم حجم كبير ما تقدروش تخدموا بهم والبروجي تاعكم يولي ثقيل. دونك من الافضل من الافضل تستعملوا الوان الوان كيما نقولوا خفيفه على العين ما تكونش هذيك لي تشوكي وتخدموا بهم عادي في بلادي هكذا خاوتي ما تقلقوا روحكم ما والو تخدموا بالوان عاديه والبروجي تاعكم يبان مليح نورمالمون هذا واش كاين بور لي تكستور الماتيريالز هكذا خاوتي هذا شفناهم شفنا باريزون هنا عندكم خاوتي بزاف لي ماتيريالز تما عندكم اعطيكم واحد لا فاريتي تاع تاع الماتيريالز يعني تقدروا تخدموا بهم بصح واش هي انا قلت لكم انا دو بريفيرونس تخدموا بلي كولور سيرتو خاوتي اللي يخدموا بالليميون انا سيرتو الفيديو هذا حبيت نبازي شويه على الليميون باسكو يخدموا بزاف بزاف
الشعب ايه يحب يخدم بالليميون والبروجي تاعو يدير الليميون يدير به لانيماسيون خاوتي راك تخدموا بالليميون ما ديروش لي تكستير ديروا لي كولور هكذا ديروا لي كولور خلي البروجي تاعكم خفيف علاه نقول لكم خلي البروجي تاعكم خفيف فور اكزامبل انايا بون ما يتقالش حاجه باينه نعطيكم اوبسيون للاخيره هذه نسحقوها بزاف ثاني فور اكزامبل انا هذا العبد هذا فور اكزامبل ماشي فور اكزامبل فور اكزامبل هذا العبد سوبريميت خاوتي هذا العبد فيه لي تكستير تاعو هكذا وسوبريميت الكرسي هذا اوبس وات هابن معليش سوبريميت شوفوا مليح خاوتي سيليكسيونيوها قبل نسوبريمي طابي هذا صح مانيش حاب لو كان نروح الهومه هنايا الدار هذه صغيره نصيب كاع لي تكستير اللي راني خادم بهم التكستير تاعي اللي خادم بهم في البروجي هذا هكذا خاوتي منهم العبد هاوليك العبد هنايا التكستير تاعو هذه هي والطابي هذا هو صح دونك انايا باه نبقى نجيب الموديل راكم تعرفوا كيما كاع كيما يقولوا كاع نخدموا نجيبوا لي موديل عادو نحيو نسيو عادو نحيو نسيو عادو نحيو وهذه كاع تيك التكستير تبقى لنا هنايا خاوتي وهذه يتسبب سوق تاع الفيشي ويولي ثقيل بزاف دونك انا كي نسوبريمي دي زوبجي ولا نسوبريمي دي سيرفاس ولا دي تكستير دو بريفيرونس خاوتي من داك نروحوا لهنايا ديتيلز نديرو بيرج اند يوز هذه بيرج اند يوز واش صرا خاوتي مع اي تكستير ماهيش ولا سوبريميناها من سكتشاب راحت مع الموديل تاعها نحيها خاوتي وهكذا الموديل تاعنا يبدا يتنقى غير بالعقل هكذا خاوتي هذه مهمه جدا باه تنقصوا لاطاي تاع لوبجي تاعكم هنا راهو معناها راهو كاين في كيلكو بار ما راحتش هنايا فور اكزامبل لو كان عاد نوليو في شي تاعنا زعما هذا التكستير هذا بون اوبس زعما هذه هنايا نحيها نروح لهوم شوفوا مليح ندير هنايا بيرج ان يوز راكم تشوفوا خاوتي راح الكار راح الحشيش هذاك كيف هذه نسوبريميها جات لي هنايا تما دوكا نقدر نعاود نخدم بها بصح لو كان ندير هنايا بيرج ان يوز تروح وكاين ديليت اول كاين تحب ديليت اول يولي البروجي تاعك كومبليتمون بيان تما كيما انا نحب نشوف نتشيكي يولي ديليت اول البروجي تاعي كومبليتمون يولي بيان دونك مهمه جدا هذه خاوتي بيرج ان يوز تما تنقص لكم التكستور اللي ما تحقوهمش في البروجي تاعكم جسبا ان شاء الله الفيديو هذا يكون فاتكم خاوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.